في موضوع في المشهد الفني محتاجة أتكلم عليه مع حضراتكم شوية. يعني إحنا زمان كنا بنشوف المسلسلات الأجزاء، يعني مسلسل ينجح زي ليالي الحلمية فنشوف الجزء الأول والتاني والتالت والرابع، وبعد طبعا سنين طويلة بنشوف الجزء السادس. مسلسل زي المال والبنون شفنا جزئين، حبينا الجزء الأول ونجح جدا، اتقدم الجزء التاني. زيزينيا كان أسامة أنور عكاشة كان كاتب 3 أجزاء، ولكن احنا شفنا منهم جزء أول وتاني، والجزء الثالث لم يكتب له الخروج للنور لأسباب كتيرة. بيقال إن يحيى الفخراني ما كانش حابب يعني يعمل جزء ثالث، وأسباب تانية كتير ممكن نتكلم فيها دلوقتي حالا. ولكن المشهد ده مش موجود بس في الدراما التلفزيونية، يعني احنا بنشوف في السينما فيلم مثلا زي الجزيرة نجح نجاح مبهر، الجزيرة 1 فتم إنتاج الجزيرة 2، وبرضه يعني مش متعودين إن الجزء الثاني أو مش الجزء الثاني، يعني إنه الفيلم اللي هو نجح في جزءه الأولاني ينجح تاني نجاح كبير في الجزء الثاني. وشفنا الجزيرة 2 برضه نجح نجاح كبير في العالم كله. مثلا الأب الروحي كان 3 أجزاء، فيلم رجل وامرأة كان جزئين، يعني مشهد وجود جزء تاني أو تالت أو رابع من فيلم أو من مسلسل اتعمل مشهد وجود على مستوى العالم وموجود أيضا على المستوى المصري. ليه بقول الكلام ده؟ لأنه واضح أن الموسم القادم بيشهد سواء على السينما أو في التلفزيون، هنشوف رمضان الجاي أيضا مسلسل مكون من جزء تاني بعد ما شفنا الجزء الأولاني في رمضان اللي فات. بتكلم عن مسلسل جعفر العمدة اللي هنشوف منه جعفر العمدة 2، وبتكلم عن فيلم حريم كريم اللي هيتعمل منه جزء تاني وتم التأكيد على هذا الموضوع. وكان الكلام عن انه في احتمال انه فيلم السلم والتعبان، فاكرين بتاع هاني سلامه وحالة شيحه، وكان فيلم جميل جدا كلنا اتاثرنا بيه جدا جدا، وكان يعني من الافلام اللي الشباب وقتها اقبلوا عليه بشده. كان بيقال انه هيبقى فيه جزء تاني منه، ولكن طلع طارق العريان ونفى ذلك تماما. الحقيقه موضوع الاجزاء التانيه من الاعمال موضوع يستحق ان احنا نتوقف عنده، في مواضيع تانيه كتير عايزين نسال عليها الناقد الفني الكبير، مفيش أهم منه نسأله في هذه الموضوعات. أستاذ طارق أهلا بيك معنا في مصر الجديدة. أولا بوجه عام رأيك إيه في الأعمال التي عندما تنجح يقدم لها أجزاء أخرى؟ بصي أنا كنت في طريق إليكم بس حصل لخبطة ولا نزال في الطريق، بس يلا مستنيينك، يلا تعال لا هاجي لكم إن شاء الله، حتى لو فاتنا الهواء هنلتقي بعد إن شاء الله. كنت عايز أقول لك إنه انا مع فكره انه من الاول هل انت مخطط تعمل اجزاء ولا انك النجاح هو اللي خلاك تفكر في الجزء الثاني. يعني استاذ اسامه انور عكاشه مع اسماعيل عبد الحافظ المخرج من زمان في نهايه الثمانينيات قرروا انه يعملوا فعلا عمل اجزاء اللي هي ليالي الحلميه، يعني من الاول خالص واتعملت 1 و2 و3 و4 و5 لغايه الخامس. حتى الخامس كان يحيى الفخراني، وانا متاكد يعني متذكر خط قطع لانه كان مطلع التسعينيات، فانا فاكر اللي حصل انه يحيى ما كانش متحمس للخامس وكان عايزهم يتوقفوا عند الرابع وقال لك دي الذروه. لكن اسامه واسماعيل عبد الحافظ يعني ضغطوا عليه ادبيا، فهتلاقيه حتى لو حد استعاد الجزء الخامس هيلاقي وجود يحيى اقرب لضيف شرف. يعني فيلم البدري اللي هي الشخصيه المحوريه كان وجودها هامشي بطلب من يحيى لانه ما كانش متحمس قوي، وفعلا الجزء الخامس ما كانش ذروه، لم يكن ذروه ليالي الحلميه. نعم. كانت الذروه عند الرابع. طبعا يمر زمن وبعد كده مجدي ابو عميره يفكر انه يعمل جزء سادس من حوالي 5 سنين او حاجه، اتعرض وما نجحش قوي لما اتعرض خالص. لا ما نجحش خالص. يعني بحاول اكون يعني ايه لطيفه شويه، طيبة. مش فعلا. طيبه بس يعني مش عايزه يعني ازعل الناس اللي هم صناعه لان هم حاولوا على الاقل. لا بس هم على الاقل هم نفسهم، يعني حتى الجيل اللي كان موجود في ليالي الحلميه في الاجزاء الاولى واشتغل في الجزء السادس نفسهم، زي مدام صفاء العمري زي مدام الهام شاهين، دول اللي فاكرهم دلوقتي، الاثنين حسوا لا ما كانش
ما كانش لازم نعمله. ما كانش اختيار صائب يعني، بقول لك حتى اللي اشتغلوا واعترفوا، ولا مجدي ابو عميره حتى كان مبسوط، لكن هو كان ولا احنا يعني كجمهور كنا مبسوطين، ما اكيد حسيناش اكيد. ان احنا لا بنشوف ليالي الحلميه خالص. هو اللي حصل انه ايه، فكروا انه الزمن انه طرح افكار جديده بعد مرور كل هذه السنوات، فانه ممكن تبقى ليالي الحلميه بتتناول اطلاله اخرى متعلقه بالزمن الحالي اللي هو كان على ما اتذكر كان 2016 مثلا. طيب لكن ما ظبطتش، لانك انت اجمل ما في المسلسل كان الغنوه اللي كانت كاتبها سيد حجاب وبتلحين ميشيل المصري وصوت محمد الحلو التتر، يعني التتر هو الحاجه الوحيده لما اتعمل استفتاء اياميها عن افضل التترات خد رقم واحد، لان ده التتر اللي هو اتعمل من الجزء الاول، اي يعني حتى بنجاحه وسببه انه ارتبط مع الناس بالجزء الاول. ف يعني كانت تجربه ما كانتش لصالح اي طرف من الاطراف. تمام. دلوقتي احنا الموسم ده شايفين ان في حريم كريم 2 خلاص، والبوستر بتاعه شفناه، والمفروض ان احنا يعني يبقى موجود في السينما. طبعا هم ما حددوش وقت محدد، ولكن هنشوفه يعني في وقت ما في المستقبل القريب في السينما. انت شايف انه يعني كان من الذكاء ان احنا نعمل حريم كريم 2؟ بص مش هصادر على حق كل انسان لغايه ما اشوف التجربه فانه يجرب، لكن نظريا انه في مرحله زمنيه معينه بترتبط انت بنجوم في فتره، نجوم نفسهم بيبقى ليهم مكانه ما ادبيه، ممكن ما يبقوش في نفس المكانه الادبيه عندما تستعيد الزمن لا تستعيده كما هو. لا يعني مثلا صعيدي في الجامعه الامريكيه احنا بنسمع بقالنا على الاقل 10 سنين ان في جزء تاني من صعيدي في الجامعه الامريكيه. وبنشوفوش في الآخر. وبتلاقي فعلا يعني دايما لا هنيدي يقول في جزء تاني. مدحت العدلي بيجاوب اجابات مفتوحه. ايه الاجابه المفتوحه؟ لما الاقي فكره تنفع يبقى جزء تاني هعملها، فتحس لا قال ولا لا، ولا قال لا. فاجابه مفتوحه. الوحيد اللي كان بيؤكد انه في جزء تاني كان هنيدي. لكن انا بعتقد انك انت حدث تغييرات في تواجد النجوم 98، شوفي كانت منى زكي فين والنهارده مثلا احمد السقا كان فين وبقى صحيح. فين. لا كل دول هل دراميا انت هتشتغل بالدراما ولا هتشتغل بموقع النجوم بالظبط الان؟ بالظبط فهي بالظبط. تبقى هي معضله.